مقبول وفي هناك لجنه امنيه من رؤساء قطاع الامن ومن الاتحاد الرياضي ومن القياده السياسيه الممثله بالحزب بعدم السماح باقامه مثل هيك مسميات او عدم ممارسه هيك مسميات. هي ظاهره الالترس لازم مسحناها. لانه امبارح سمعت انا ابلغني احد مدراء المدن في المحافظات انه احد اهلي يريد ان ياتي بمجموعه الالترس. اتفقنا على أن نزيل هذه الظاهرة، ظاهرة ما يسمى الألترس. هي بعيدة عن ثقافتنا، بعيدة عن مكونات مؤسساتنا في الرياضة السورية.